رومانسية اكسترافاغانزا هي رح بتكون الموعد اليوم بدير القمر، دير القمر يلي عم ترجع تعيد اطلاق مهرجاناتها للصيف 2017. ولنضوي اكثر على الموضوع بنستقبل الدكتور نديم عساف، حضرتك من منظمي مهرجانات دير القمر. اول شيء مبروك عودة دير القمر على خارطة المهرجانات السياحية الصيفية بلبنان. دير القمر كل عمرها هي سباقة بإقامة مهرجانات من ستينات، يعني سنة تحديدا سنة 1963 أسسها وقتها رئيس البلدية آنذاك النائب جورج ديب، ووقفت بفترة معينة، بس هلا عم نرجع نعمل إعادة انطلاق لمهرجانات دير القمر 2017 بحلة جديدة، وبتجمع كل ترضي كل الأذواق وكل الفئات العمرية فيها. هي متنوعة بطبيعتها، فيها الغناء والموسيقى والاشياء، سهرات التراثيه والثقافيه. خلينا دكتور نمرق سريعا على اهم المحطات لانه المهرجان طويل بكفي العشرة ايلول. نعم العشرة ايلول لحتى هيك يعني موسم الصيف كله يكون مزبوط ممتع. يعني حيالله وقت بنطلع على دير القمر في عنا شيء يعني شيء يستقبلنا، بالاضافه لكمان لاعيادنا الدينيه بنتطوافات وزياحات فيها للمهرجان بكمل بعض. اوكي ابرز المحطات اولا كان الافتتاح مع ب 15 اب مع العازف الديراني 15 تموز مع العازف الديراني اوري غريب ومعه الفنانه نادين نصار. بالحقيقه اتحفوا العالم بالموسيقى الكلاسيكيه. الليله راح بيكون عندنا استعراض موسيقي حول العالم اكسترافاغانزا مع فرقه فانتاستكس اللي بتضم حوالي 30 غني وراقص، بالنتيجه بيقدموا غناء عربي واجنبي. بكره بعدين بيرجع في عندنا سهره ديرينيه بيحضرها مطربين من دير القمر مثل دكتورة سلمى بويز، طوني دايمي، باتريسيا أزي، وفرقة قرابينا من تنظيم جمعية تجار دير القمر. نعم أوكي. بـ30 تموز من قفل لـ30 الشهر بـ30 الشهر في عنا سهرة موسيقية مع الحازف من مقرديش ميكاياليان وفرقته اللي رح ينقلونا بأنامله السحرية على جيتار من إلى إسبانيا، بيرجع بيعود فينا إلى لبنان إلى بألحان تراثية شرقية لبنانية وأرمنية. خلينا نسمع على مجرد خلينا شوي في محطة رح بتكون للأولاد وعكذا يوم يعني لكذا يوم في الأولاد، وفي قبل كمان بعد محطة مع هاني العمري بـ13 في سهرة فنية مع بيشترك معه الفنان جورج حريق. هاني العمري ابن المنطقة وصديق من أهل البيت، يعني من أهل طالع البيت على بيته بكون. طيب خلينا نسمعه شوي نحن نسلم عليه. عيد بصدر العاطفة صوتها هدر شو بيعملوا العشاق بالليالي السهر. صدقني بحبك لكن قلبك قاسى علي، تعبني قربك شايف بعدك اريح لي. توحشني كلامه يا هوى سهران ما بنام حبيبك حبيبة. إذن هاني العمري ب 12 اب لروح ل 13 اب بالفرسان، بيرجع ب 19 اب في نزهه بازقه دير القمر القديمه، بيرجع بتنتهي بسهره مع الفرسان الاربعه. السهره بعنوان هي تنظيم من جمعيه سراج الدير. اوكي السهره بعنوان عدروب القمر هي هي
ثلاثة؟ شو قصدكم بثلاثة؟ عدروب القمر ثلاثة؟ عدروب القمر يعني كل انه بنمشي بهالأزقة هيك على دروب على دروب بيضوي القمر. اوكي يلا بدنا نسمع الفرسان الأربعة. كيف بتبعد عني وبعدك ساكن فيي كيف؟ يا حبي الهارب من وعدك، هارب من وعدك، وحدك شاغل عمري وحدك، شاغل عمري وحدك، وبتقسى علي وما بتسألني كيف. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكون، إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا ما سقيته شوي شوي. هولي أبرز المواعيد. بس كمان هلا في عنا شق للأطفال كمان، ما فينا ننسى كمان كل كافة الأعمار. في عنا من 3 إلى 6 أب رح يكون في كارمس من تنظيم كشافة لبنان فور سيدة التلة. عنا وفي كمان جوغون فلاب، في جوغون فلاب وجورني يعني جوغون فلاب من 3 إلى 6؟ لا الكارمس من 3 إلى 6، أما ب 2 أيلول في كمان جورني جوغون فلاب. أوكي أوكي. هلا بعدين في عنا شق ثقافي ورسم وأشياء من النوع. من الشق الثقافي في عنا محاضرة للدكتورة نيلة أبي نادر عن كتاب فؤاد عمون حول الفلسفة الفينيقية، هيدا ب 12 أب. هيدا اوكي. كمان ب 3 ايلول في عنا جورني دي بانتر، رسامين من دير القمر ومن غير دير القمر مشهورين تبع كيف دائما بيطلعوا على دير القمر بيرسموا لوحات يعني بتظهر الجمال الطبيعي لدير القمر، ومن قصورة للبيوت الأرمدية القديمة للرجال. ما رح يكون في جولات سياحية بالمنطقة؟ رح بيكون في دائما جولات سياحية دائما يعني في حدا. هي منطقة الشوف هي أغنى منطقة بالأماكن المراكز السياحية إن كان، وخصوصا نحن بدير القمر عندنا كتير إشياء بتنشاف. صح. والسواح يعني صارت مقصد للسواح. هي صحيح لأنه يعني بمنطقة يمكن استراتيجية، وفي كتير أوتيلات هلأ يعني جديدة هناك بتستقطب كتير. نحن صارنا فترة من 10 سنين وبالجي في نهضة عمرانية بشكل رهيب، وأوتيلات وموتيلات ومطاعم قد ما بدك عم يطلع كل سنة. بعدين دير القمر مرق عليه عدة حضارات يعني حضرات. تركوا أثارهم وتركوا أكيد عاصمة الأمراء من المعنيين. هي عاصمة الأمراء وهي مش بس عاصمة الأمراء، هي العاصمة التاريخية والروحية للبنان. أوكي. كمان هالأمسية الكلاسيكية عم ترجعوا تكرروها في موعد رح يكون ب 26 أب، لأنه في ناس شريحة من الناس بتحب هال يعني بلشتوا باجواء كلاسيكيه ورح بتتابعوا مع اري غريب بنادين نصار وفادي جنبار اللي كمان رايحته موعد ب 26 هلا ختام المهرجان رح بيكون ب 10 ايلول عبي كلاسيك كار شو، هيدا كل سنه من تنظيم الاتس ال حوالي 100 سياره اجمالا 100 سياره قديمه فريده من نوعها اجمالا بيتواجدوا بالساحة، وبعدين بيعملوا أوقات ديفيلي على بيت الدين ويرجعوا عداي القمر وبيتوزع هدايا وجوائز لأجمل. يعني هالقد التراجيك طويل يعني هي حلوة، هي النوجيين طلطن على دير القمر ورا بعض. ايه اكيد السيارة. اصلا هيك يعني كله مع الهندسه المعماريه وهالسيارات كله على بعضه بهيك بيعطي طابع كثير حلو للمنطقه. نحن بنتشكرك لحضورك معنا باخبار الصباح. نحن بنذكر اليوم لكل الاشخاص حابين يطلعوا دير القمر في اكسترافاغانزا لكن دان والدعوه مجانيه للكل يعني بالنتيجه كل الحفلات. نحن بنتشكركم وبتتشكر قصه بأخبار الصباح وتلفزيون المستقبل على استضافتكم لنا. ننقل تحيات أبناء دير القمر ومحبتهم لتلفزيون المستقبل. نحن بنحبكم كثير مسلم عليكم. ونحن بدنا إياكم تشرفونا على المهرجان أنتو والكل بالنتيجة. تسلم كلك ذوق نتشرف. تطلعوا علي. أهلا وسهلا فيك أستاذ نديم عصف، يعطيك العافية. خليك دقيقة بس بليز لنقدم التقرير. من بعد جولة عالمية على بعض من أهم المدن السياحية حول العالم، وصلت وندرلاند المدينة المتلألئة إلى مدينة جوني. هالمدينة المزينة بالمجسمات الهائلة بالألوان والإضاءة بتعطي فرصة للزوار لاستكشاف العالم، وتنستكشفها نحن منتابع التقرير. We'll be right back.
ليكي اول ما وصلت انا تفاجأت، قلت انا شو جاي اعمل اول ما وصلت، بس لما فتت لجوا شفت انه مزبوط معك حق للكبار والصغار، وصغار ما عم لحقهم اسم الله. راح مبسوط على بسط الاولاد، فبنصح كل حدا يجي يشوفه وعنده اولاده، يعني حتى في الواحد يتمشى بين كل الاشياء وهو كثير مبسوط. الديتيلز بالشغل كثير حلو، انه هو سبيشال مون في ما يعني عم بيقولوا لنا بخمس ايام عملوهن، انه روعه عن جد روعه. حلو هيك واحد يجي على هالمدن كلها سوا جميعنا بارض وحده بيشوفوها الاولاد، وان شاء الله قريبا بنسفرهم عليها. ندعي الكل انه يجي يشوفوا هالمكان الحلو. هي دعوة لزيارة أجمل مدن العالم بمكان واحد، مكان جمع أهم المعالم العالمية بمساحة واحدة وبفن الإضاءة الساحر. فمن مجمع فؤاد شهاب تحجز طائرة لكل العالم لتنقل من معلم لمعلم بدون فيزا. وندرلاند فكرة انطلقت لأول مرة بالشرق الأوسط من جونية، جمعت أجمل الأشكال والألوان لتتحول إلى مدينة الأضواء الساحرة. حلو انه في رموز من كل بلدان، يعني هي شغله حلوه، مثلا هون تمثال الحريه، برج ايفل، برج بيزا، كل بلاد العالم جمعينا بمحل واحد، شيء حلو، شيء جديد نجيب الاولاد عليه، والاضويه وال يعني مندليهم هيدا الايفل تاور هيدا بنيويورك هيك. وكمان في ثقافه، يعني بيتعلم قصص جديده بيسال عنا. حبينا الدراغان وابني حب التورفال، والاهرامات كثير رائعين. لا كتير حلو، فنانين كتير بالإضاءة وبالأشكال وبالديزاينات. نحن جايين من جبال بس نتفرج، ولقينا في اشياء كتير حلوة. انا حبيت انه في اشياء مهضومة كرياسيون. I like the Eiffel Tower. شفال، فاسون، دفان، ركان، فلار، وهيك. كل شيء شفته بحب ذكر انه معمولين بالايد، كله من الحديد، من الليد لايتس ومن الحرير، وكل قطعة كبيرة ولا صغيرة كلها انشغلت بالإيد. سنين ونصف من التحضير لتنفيذ هالفكرة الموجودة بمعظم بلدان العالم ونقلها إلى لبنان. دقة بالتصميم، ألوان ساحرة وأشكال مدهشة، كانت فرصة للكبار والصغار للاستمتاع بمشاهدتها. وندرلاند رح تفتح أبوابها يوميا لغاية 15 آب من الساعة 8 مساء إلى 12 بعد منتصف الليل. حبيت باريس ودام دو ليبرتي ومصر اكثر شيء. الالوان حلوه كثير، ولا شيء فكره جديده انا ماني شايفها قبل هلا. جايين من تكساس وجايين من الكويت، بس بتكساس عندنا سمثينج سيميلر، ما توقعنا يكون هالقد حلو هون كمان. لبنان عن جد بلد كثير حلو، فيه يكون كثير متطور بالنسبة لغير بلدان. ثانك يو على هالمهرجان كثير حلو. حس كل العالم عم تحكي عن الموضوع، حلو واحد يجي يشوف، يعني قد ما نزلوا الصور على الفيسبوك مش مثل ما انك تجي تشوفيهم لايف، شيء كثير حلو.